اعتقد وانت موجود في الجهاز الفني لفريق الترجي كان في انباء وقتها انه الترجي عايز يضم علي معلول للفريق، هل ده كان حقيقي؟ هل طلبته في مره انه علي معلول ينضم للترجي؟ لا، الكلام هذا يمكن تتحدث عليه قبل ما يتحول عليه للاهلي. لكن للامانه معناتها المغريات الماديه، صحيح الاهلي فريق كبير لكن الترجي ايضا فريق كبير في في القاره الافريقيه، لكن المغريات الماديه راهو باش نكونوا واضحين، معناتها الترجي الرياضي التونسي ماديا لا يمكن مقارنته لا بالاهلي ولا بالزمالك ولا بسان داونز، معناتها ما يخفى على حد المستوى المالي للانديه التونسيه هو بعيد، معناتها اذا كان المنافسه جهه ماديه راهو الفريق الترجي الرياضي التونسي ما يمكنلوش انه يتحصل على الالقاب اللي يتحصل عليهم في على المستوى القاري. لكن قبل صحيح يمكن كان فما تفكير، انا شخصيا ما كنتش موجود يوم كان عليه في نادي الساقسي، ما كنتش موجود في الترجي الرياضي التونسي، كنت خارج حدود الوطن، فاكيد علي معناتها هو خروجه للاهلي الا ما ابرز في النادي الساقسي، لكن لا الترجي ولا اي فريق تونسي يقدر ينافس النادي الاهلي لما يكون فما عرض. ما عنديش المعلومه شخصيا انه علي لما كان في الاهلي الترجي اتصل به، ونستبعد هذا لانه معناتها مثل ما الترجي ما تحبش كونه الاهلي يتصل بلاعبين البارزين في فريقه، وهذا من اخلاقيات الفرق الكبيره. كذلك الترجي الرياضي التونسي مستحيل، وهذا ناكده لك، مستحيل يكون يتواصل مع علي معلول يوم علي معلول يكون في النادي. مفهوم. طيب.